بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الأعضاء الأجلاء، أخيرا بعد جهود مضنية نجتمع اليوم بناء على الدعوة الموجهة إلى حضراتكم من 48 ساعة كيما نعلن هيئة المكتب. واضح من الحاضرين أن النصاب قد اكتمل، ومن ثم الجلسة قانونية وانعقادها قانوني لا يؤثر فيها من تخلفوا عمدا أو إهمالا. وأريد أن أقول قبل أن أعلن التفويض الذي جاءني أننا على أعتاب مهمة كبرى تأمل الجمعية العمومية منا أن ننهض فيها بالنقابة وبالمحاماة، ونحن إن شاء الله على هذا الوعد. من فاتهم أن يكونوا في التفويض الذي أتاني بتعيين هيئة المكتب هم في حبة القلب، وهم جزء لا يتجزأ من مجلس النقابة، وسيطلعون بمهام جسيمة سوف نشارك فيها جميعا بمشيئة الله. أمامي تفويض أتاني من من 17 عضوا بما فيهم انا، انا 18، يبقى 18 عضوا، يبقى 19 بيا، يفوضوني في تعيين هيئة المكتب. وقد استقر الرأي الذي شاركتم فيه على تعيين هيئة المكتب من الأساتذة الأجلاء الآتين بعد: في الوكالة الأستاذ مجدي سخي، والأستاذ محب المكاوي، والأستاذ عمر هريدي، والأستاذ يحيى التوني. وفي الأمانة العامة الأستاذ حسين الجمال، الأستاذ محمود الدخلي، الأستاذ أسامة سلمان، الأستاذ أبو بكر ضوة. وفي أمانة الصندوق الأستاذ سيد عبد الغني والأستاذ عبد المجيد هارون. أطيب تمنياتي لكم جميعا بأن نبدأ معا عهدا جديدا ننهض فيه بالمحاماة وبنقابة المحامين، وأرجو أن نلتقي في القريب العاجل لنوزع العمل على اللجان التي سوف تتفضلون باختيارها، لأنها جزء لا يتجزأ من أعمالنا. سوف تشارك هيئة المكتب في النهوض بالأعباء الموكلة إلى المجلس. أختم كلمتي بأطيب التمنيات للجميع، وإذا أراد أحد أن يتحدث يبقى التفويض كامل. نرجو أن نلتقي قريبا بمشيئة الله لننهض بمهمتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.